بكرة في واحدة من أهم الظواهر الفلكية اللي هتحصل في شهر ديسمبر. الظاهرة دي بتسمى بظاهرة استطالة كوكب عطارد. استطالة كوكب عطارد دي فرصة عظيمة بتكون لهواة التصوير ومتابعة الظواهر الفلكية علشان يرصدوا هذا الحدث النادر اللي بيحصل كل أوقات طويلة. خلينا نتعرف على هذه الظاهرة، يعني استطالة، ويعني استطالة كوكب أصلا، وكيف يمكن لهواة هذا التصوير أن يتمكنوا من متابعة هذه الظاهرة الفلكية. الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية معنا على الهاتف مباشرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، ويوم سعيد على الجميع إن شاء الله. أهلا أهلا بحضرتك. يعني يا فندم استطالة كوكب في البداية، يعني كيف يستطيل الكوكب وكيف يتم تصويره؟ خليني أوضح لحضرتك والمشاهدين كده قبل ما نتكلم على استطالة عطارد. هو طبعا يعني شهر ديسمبر والأسبوع اللي فاضل لنا فيه يعني مليء حقيقي بالفعاليات والظواهر الفلكية اللي ممتعة واللي مفيدة، واللي بندعو كل هواة الفلك وعشاق الظواهر الفلكية إن هم يتابعوها معانا. أيضا يعني أنت عارف حضرتك الفترة الأخيرة بقى في صحوة مجتمعية تجاه الظواهر الفلكية، وبضوء أصلا التحرك العالمي بعد الصور اللي أرسلها لنا تلسكوب الفضاء الهائل جيمس ويب. صحيح. اللي أطلق تقريبا من سنة، كان في ديسمبر العام الماضي، فتح شهية كل هواة الفلك وعشاق الظواهر الفلكية، ده طبعا غير الفلكيين المتخصصين. أيوه. ان احنا نعرف الكون ده فيه ايه وابعاده، واسئله كثيره من اللي مطلوب يتم الاجابه عليها. الكون بيتمدد ام بينكمش؟ هل هنا حياه اخرى على خارج الارض؟ هل في فرصه لحياه ادميه خارج الارض؟ هل هناك كائنات فضائيه كما يشاع ويروج في بعض الافلام العلميه؟ ومن الحاجات دي كمان ان احنا بدأنا نكتشف تفاصيل عن الكواكب القريبة مننا في المجموعة الشمسية، واللي منها كوكب عطارد. يعني ايه استطالة كوكب؟ مش طبعا زي ما الناس متخيلة ان الكوكب كده بيتمدد ويستطيل. لا، اكيد هو طبعا هي ظاهرة مخادعة للعين. يعني بالضبط كده، هي ظاهرة مخادعة للعين نتيجة وضع الكوكب بزاوية محددة امام قرص الشمس، فبيدي اتاحة للرصد الفلكي ان نشوفه بحجم مختلف بتفاصيل اكتر، وده بيكون افضل وقت على مدار العام لرصد كوكب عطارد وتصويره. وطبعا التلسكوبات الكبيره بتبين تفاصيل اكتر عن هذا الكوكب. احنا عارفين ان احنا عندنا عطارد والزهره الكوكبين اللي بيسبقوا الارض تجاه الشمس، فاي معلومه عنهم هتضيف لنا عن طبيعه الكواكب دي. احنا يعني ما حدش عرج يمه الزهره وعطارد برغم ان هم اقرب للشمس، لكن الاتجاهات دايما بتتجه للمريخ. أيوة. لانه المريخ عشان ابرد، عشان استحاله برضه نروح للكوكب الاسخن يعني، ولا ايه يا فندم؟ غير كده تكوين الكوكب الاقرب الى الارض او شبيه بالارض، هناك احتمالات كبيره تواجد مياه، في برامج فضائيه الوقت على راسها مصبار الامل الامارات اللي اطلق تقريبا من سنه وشويه. حصل. لدراسه ظروف الغلاف الجوي وجاهزيتها او اهليتها لاستضافه ادميين عليها. لكن غير استطاله عطارد لو سمحت لي حضرتك، يعني في عدد من الظواهر. لا خليني قبل ما نخش في الظواهر الثانيه. اتفضل. ظاهره الاستطاله دي هتستمر وقت قد ايه يا فندم؟ هتكون موجوده من بعد غروب الشمس النهارده لحد ثاني يوم الصبح. افضل وقت لمشاهدتها الساعه كام؟ يعني مع فترات الغروب هتكون فوق الافق افضل حاجه في السماء. ده افضل وقت ليها. طبعا اللي هيكون معاها تلسكوب كبير شويه. افضل مكان معظمة. افضل مكان في اتجاه في اي مكان خارج الاضاءه، يعني خارج المدن. طبعا مكان يكون مرتفع نسبيا في اتجاه الافق الغربي، فوق الافق تماما. مع غروب الشمس. الحكومة المصرية قالت إن في مشروع ممشى أهل المقطم اللي هيتعمل لاحقا هيبقى فيه تلسكوبات يمكن لهواة الفلك إنهم يتابعوها. قبل كده، قبل ما هذا المشروع يتعمل اللي بيتدشن حاليا وإحنا بنتكلم دلوقتي ولسه ما اكتملش، اللي بيحب يتابع ده ومعهوش فلوس يجيب تلسكوب يروح فين؟ المعهد بيفتح أبوابه على مدار العام لكل هواة الفلك ومحب الظواهر الفلكية
ان هم يشرفونا سواء في مقر المعهد في حلوان او في المراصد التابعه لينا، وعلى راسهم مرصد الاطلاعيه الفلكي، وده تلسكوب قطر مرآته 74 بوصه يعني 190 سنتي، حاجه يعني كبيره، اكبر تلسكوب في شمال افريقيا والشرق الاوسط منذ انشائه سنه 1954، او في اماكن ثانيه من الفروع بتاعتنا في اسوان في الوادي الجديد، وعندنا في كل المراكز دي تلسكوبات صغيره ما يطلق عليها تلسكوبات محموله، وفي فعاليات على مدار العام بندعو طلاب المدارس والمجتمع العام، وخاصه لو في ظواهر فلكيه زي الظاهره اللي هتحدث صباح الغد في الاقصر، ان هم يستمتعوا بالظاهره، وبالاضافه ليها بنقدم يعني وجبه علميه خفيفه من تبسيط العلوم الفلكيه. ومهم جدا يعني حضرتك عارف السنتين اللي فاتوا مع انتشار الكورونا كان هناك عدد من الشائعات نهايه الكون واصطدام كويكب عملاق في الارض، وخلاص بقى يعني الكورونا جت والجوامع والكنائس اتقفلت ومفيش حج ومفيش عمره والايام هتقوم. طبعا الكلام ده مش صحيح بالمره، فمهم جدا ان احنا نوضح الحقائق العلميه عشان نقلل الشائعات المنتشره في المجتمع. هل ممكن نشوف ظواهر تانية قبل نهايه هذا العام؟ العشر ايام الاخرانيين في ديسمبر عندنا عدد مهم جدا من الظواهر الفلكيه، على راسها الانقلاب الشتوي او بدايه فصل الشتاء فلكيا يوم 21 اللي هو بكره تزامنا مع استطاله عطارد، وايضا في نفس اليوم وبما اننا يعني الهلال خلاص داخل على فتره المحاق نهايه الشهر العربي وبدايه الشهر الجديد، فعندنا زخه شهب الدبابيات او الدب الاصغر، بالرغم ان عدد الشهب فيها قليل 10 شهب في الساعه، لكن ظلمه السماء بتدي فرصه جميله لمتابعه تلك الظاهره. عندنا صحيح يعني اعتقد ان في احداث مهمه كتير، واعتقد زي ما حضرتك قلت ان جيمس ويب المسبار العملاق اللي ارسل الى الفضاء منذ نحو عام فتح فعلا شهيه كل عشاق الفلك، حتى المتابعين زي يعني انا مش متخصص ولكن طبعا هاوي ومتابع، انك تشوف ما هي الاجرام، ما هو هذا العالم اللي حولنا، الاكوان دي هتبقى عامله ازاي. بنشكر الدكتور جاد القادر رئيس معهد البحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه.